أشكرك. كنت بتكلم عن كيف تتحرك الأحزاب الآن. يعني أحد المشكلات التي واجهت الأحزاب في مصر بعد سقوط نظام مبارك أنها لم تكن مستعدة لشغل هذا الفراغ. بعد سقوط الإخوان، هل تعتقد وحضرتك رئيس حزب مهم أنكم أصبحتم جاهزون لملء هذا الفراغ؟ إحنا بنعمل مجهود ضخم جدا على الأرض. وإحنا أنا كنت يوم الخميس اللي فات زي النهاردة كنت في بني سويف وعاملين مؤتمر كان فيه 2001، وعملنا بعده مسيرة في بني سويف اللي هي مدينة إخوانية جدا يعني. وأعتقد أن إحنا حققنا حاجات كتير، وكان عندنا مرشح كويس غالبا هيدخل فرد هناك. أول امبارح كان فيه مؤتمر في المنوفية في سيرس الهيان، الأسبوع الجاي عندنا مؤتمر في المحلة، عندنا كذا مؤتمر وعندنا يعني بداتوا تتحركوا للقواعد للناس. ما انتوش احزاب نخبويه دلوقتي او احزاب نخبه دلوقتي. احنا عمرنا ما كنا نخبويه. احنا اولا عمرنا احنا الهيئه العليا بتاعتنا اجتمعت او انتخبت في اغسطس، مش اللي فات اللي قبله يعني. مزبوط. احنا طول عمرنا بقى لنا سنه ونص وكلهم خناقه مع الاخوان. مظبوط. واحنا طول عمرنا بنتخانق مع الاخوان وبعدين جولنا الاخوان في الحكم. فيعني ما لقيناش حتى فرصه حقيقيه ان احنا نشتغل. بس في النهاية الأحزاب الجديدة عدد المرشحين اللي يكونوا ممكن يمثلوهم من العمد والمشايخ القدام وزعماء القبائل والشخصيات الكبيرة اللي موجودة في الريف المصري قليلة. إنما كحزب ممكن ياخد أصوات كتير يعني. لو في انتخابات في القائمة ممكن احنا او احنا والوفد واحنا وممكن معانا المصريين الاحرار القائمه دي ممكن تاخد نسبه كويسه جدا من الشعب المصري. عشان كده انتوا رافضين النظام الفردي. يعني احنا ما بنفضلش النظام الفردي، مش رافضينه يعني. احنا لا نحبذه على الاطلاق، لانه لا نعتقد انه هيدي تمثيل حقيقي لمصر، وانه في النهايه في الاغلب هيجي برلمان جمال مبارك في معظمه على شوية إسلاميين على شوية شباب جداد وبتاع وانتهى الموضوع. يعني إذا أجريت الانتخابات بالفردي حضرتك حاسس أن سيشهد عودة لما يسمى بالفلول؟ يعني أنا الحقيقة ما بحبش أقول فلول دلوقتي. حزب الوطني حزب الوطني بأسماء جديدة يعني. الناس بتوع الحزب الوطني عملوا أحزاب جديدة وهينزلوا الانتخابات، وفي الريف وفي الصعيد وفي الحتت دي هم يعني. احنا بلد لسه فيها قبلية وفيها العائلات لها نظامها، ففرصهم هتبقى كبيرة، على عكس لو الانتخابات هتبقى جزئيا على الأقل بالقائمة، هتدي فرصة ان الناس تختار على أساس حزب، على أساس رؤية. هم عاوزين حزب يساري، حزب اجتماعي، حزب يميني، كل واحد يختار الحزب والناس تتعلم شغل السياسة ونبطل القبلية. بس بعد 25 يناير كان في تخوفات من أن الفلول ممكن يدخلوا البرلمان، لكن الحقيقة جاءت النتائج صادمة لعدد حتى من المحللين. تقدم حزب زي حزب حضرتك وحزب المصريين الأحرار رغم أنها كانت أحزاب وليدة لم يمضي على إنشائها 3 شهور مثلا. بصي، معظم الناس بتوع مبارك في الانتخابات اللي فاتت يا كانوا معزولين يا ما رضوش يدخلوا بسبب الظروف العامة ضدهم. إنما هم حاليا جاهزين إن هم يدخلوا. إنما إحنا بقى كحزب في القوائم خدنا، إحنا والمصريين الأحرار والتجمع يعني الكتلة، خدنا 3.8 مليون صوت، والوفد خد 4.2 مليون صوت. يعني إحنا على بعض خدنا 7، جزء كبير جدا، 7 يمكن قربته يعني من 8، جزء كبير جدا من عدد الأصوات. ودي الطريقة اللي نجيب بيها أصوات مش الأفراد. طيب أنا هسأل حضرتك، ليه أنت أكثر تقاربا من الوفد على عكس ما كان يتوقع البعض أنك تكون أكثر تقاربا من بعض الأحزاب اليسارية أو أيضا حزب المصريين الأحرار باعتباره كان وليد النشأة معاكم في نفس التوقيت؟ شوفي، هاخد إجابة بس تسمح لنا ينضم لنا عبر الهاتف الأستاذ حسام الخولي عضو الهيئة العليا لحزب الوفد. مساء الخير يا باشمهندس. اهلا وسهلا. عارفين النهارده كان في اجتماع في الهيئه العليا لحزب الوفد لبحث مساله خلق تحالف قوي مع الحزب الديمقراطي الاجتماعي، والدكتور ابو الغار منورنا على الهواء النهارده. عايزين نعرف ايه اللي دار النهارده في الهيئه العليا لحزب الوفد بهذا الشان. الاول سلامي لاخويا الكبير دكتور ابو الغار، ويعني ده انسان من افضل الناس السياسيين اللي مصر عرفتهم.
النهارده احنا لما كنا بنناقش، لا الحقيقه احنا كنا بنناقش حاجه ثانيه، كنا بنناقش الوضع السياسي، وكنا بنناقش الانتخابات الرئاسيه اولا او البرلمانيه اولا، ودي خدت كبير جدا مننا، وطلع القرار في الاخر بالتصويت، لان كلتا الحالتين يعني ايه، الناس اللي بتقول كده والناس اللي بتقول كده كل واحد وجهه نظره، اما حد يسمعها يقتنع بيها الحقيقه، الاثنين قريبين، ولكن التصويت النهائي طلع الرئاسه اولا. ده بالنسبه للنقاش، اما بالنسبه للتحالفات فهي اتاجلت للجلسه القادمه، ولكن يعني المعروف ان الاقرب دائما للوفد هو حزب مصر واطول في الاحرار، انا العموم دول الاقرب ودول التفاهم فيهم دايما بيبقى الاسهل. بس ما بدا واضحا يا باشمهندس حسام ان الديمقراطي الاجتماعي اقرب ليكوا، اقرب للوفد يعني في الفتره الماضيه، وان المصريين الاحرار بعد عنكم شويه، او انتوا بعدتوا عنه يعني ايا كان الامر يعني. لا 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 لا، احنا بينا الى حد ما، واحنا في الجبهه حتى صحيح كل احزاب الجبهه واحد والكل، ولكن من اول حتى انشاء الجبهه هناك تقارب شديد جدا بين الوفد والمصري الديمقراطي والمصريين الاحرار. قد يكون العلاقه بين الوفد والمصري الديمقراطي نتيجه لتقارب الاشخاص كمان، انا بتكلم على العموم، العلاقات بتبقى اسهل، المصريين الاحرار معانا على طول، بس ممكن اوقات بيبقى عندهم وجهات نظر، ما يعني ايه القرار عندهم ما بنبقاش عارفين هيمشي ازاي بالظبط، ولكن احنا الثلاثه الى حد ما التقارب بيننا هو التقارب الاساسي، وانا اتمنى ان لو في اي تحالف انتخابي الثلاث احزاب مجتمعين، اؤكد ان هتبقى ده التغيير السياسي في مصر. طيب الدكتور ابو الغار كان اقدر اقول في ايه يا فندم؟ اقدر اقول ان هيبقى في كتله كبيره لهذه الثلاث احزاب، للوفد والديمقراطي الاجتماعي والمصريين الاحرار. بس حزب المصريين الاحرار يعني اعلن عن تحالفه او عن تحالف وشيك يجمع المؤتمر معاه، وحزب الجبهه بالفعل تحالف معاه، لم يتحدث عن تحالف يقرب ما بين الوفد والمصريين الاحرار والديمقراطي الاجتماعي. لا الاول نفرق في حاجه، يعني ايه هو ده بقى اللي احنا بنتكلم عليه، شوف حضرتك بتقول ايه اعلن، واحنا مثلا واحنا بنتكلم انا او دكتور ابو نوار مع الاستاذ الفاضل احمد سعيد الاحرار، بيقول في الاول والاخر لا ما عملناش تحالفات ثانيه، وبالتالي هو ده اللي كان بيتقال ليه المصريين الاحرار بيقرب ويبعد ممكن، ولكن في الاول والاخر احنا سمعنا في الاخر انها مجرد كلام، ما فيش حاجه نهائيه حصلت بين المصريين الاحرار وما تتكلمي عنهم سادات الا الجبهه، والجبهه في الاول والاخر احترامنا الكبير لحزب الجبهه، بس هم شخصيات يعني هم شخصيات محترمة جدا في قيادات الجبهة، ولكن الجبهة الانتخابات اللي فاتت لم تحرز أي مقام، وبالتالي وجود الجبهة مع المصريين الأحرار ما فيش مشكلة، يعني ما يعملش أي عبء على أي حال. طيب بدأ في الأفق أيضا أن هناك توافقا كبيرا ما بين الديمقراطي الاجتماعي وما بين الوفد على مسألة يعني عدم الرضا عن ان تقام الانتخابات على اساس النظام الفردي، وواضح كما قال الدكتور ابو الغار الان على الهواء، وقال ايضا من نفس المقعد الدكتور السيد البدوي ان هناك دعم لفكره القائمه هي الافضل بالنسبه لكلا الحزبين. هل ستمارسون ضغوطا مشتركه على رئاسة الجمهورية أو على رئيس، ما خليهاش ضغوط عشان ما تبقاش كلمة مش سياسية، مطالب أو اقتراحات لرئاسة الجمهورية لتبني النظام المزدوج؟ أوضح حاجة الأول يا فندم، إحنا مش مع نظام القائمة، لأن ده بيخلي المواطن على طول يقول إيه، ده الأحزاب عاوزة قايمة عشان تحط الناس بتوعها وياخدوا مقاعد بدون مجهود، لا، إحنا مع نظام القائمة النسبية المفتوحة، ودي تختلف تماماً. عن القائمة السابقة. القائمة النسبية المفتوحة اللي احنا مقدمينها الوفد والمصري الديمقراطي والمصري الأحرار وأحزاب أخرى في الأول والآخر بتقول إيه؟ بتقول بتدي نظام يشمل الفردي أكتر منه القائمة. يعني بتخلي المواطن العادي يدي للفردي أكتر، بيكون يعلم العضو اللي هو عاوزه برمزه. وبالتالي هو اللي بيرتب، مش زي زمان الأحزاب هي اللي بترتب. هنا الاحزاب ملهاش مصلحه، يعني انا نفسي الحكايه دي المعنى يفهمها، الاحزاب ملهاش مصلحه في هذا النظام، ملهاش مكاسب.
المكسب الوحيد هيبقى اتحاد القوى المدنية. بالظبط. الخوف عندنا ايه في الفردي؟ الخوف ببساطة انا قلتها لكذا حد بيقول على الفردي وفي نفس الوقت اقتنع. حضرتك في مرشح عن التيار الاسلامي هينزل ايا كان اسمه، وقدامه 150 على الاقل مرشح من التيارات المدنية. هنا مش بتكلم على احزاب، انا بتكلم على احزاب ومستقلين. نتخيل بقى في واحد هياخد اصوات ما يسمى التيار الاسلامي، ونحن مسلمين يعني، بس ولا ما يسمى واحد بس، و150 هيتوزع عليهم الاصوات. حلو. فالمنطق بيقول ايه؟ بيقول الواحد ده هيعدي في الاعاده ومش من حقه، ده مش حقه، ولكن لانه يا دوبك خد 10% والباقي اتوزع على الكل هيعدي في الاعاده. دي الخطوره اللي الناس مش عاوزه تفهمها. لا، وكمان في نقطه خطوره ثانيه بيتخوف منها الدكتور ابو الغار، يعني يا ريت يوضحها وشاركنا الحوار. ان حضرتك قلت كمان يا دكتور ابو الغار ان ممكن ياتي باعضاء الحزب الوطني المنحل، يعني يدخلوا باسماء جديده او يعني اسمائهم القديمه. ولا جديده ولا حاجه، ما هو مفيش حزب دلوقتي. اولا انا ابعث بتحيه لصديقي الاستاذ حسام الخولي والحزب الوفد، وبقول ان احنا حزب الوفد والمصري الديمقراطي والمصريين الاحرار من زمان في شبهه اتفاق على ان احنا ندخل مع بعض. مش اتفاق الحقيقه كامل، بس في حاجه مبدئيه، وانا اعتقد ان لو حدث هذا الموضوع هتبقى جبهه كويسه وهتحقق نتائج كويسه، وهتخلي الشعب المصري مطمن ان في حد بيدافع عنه. واحنا احزابنا ما هياش زي بعض بالظبط، في اختلافات بينها، بس بنكمل بعض، بنكمل بعض بحيث ان احنا نقدر ندي كل حاجه للناخب المصري. بشكر المهندس حسام الخولي عضو الهيئه العليا لحزب الوفد. ويمكن الدكتور سيد البدوي كان معايا في الاستوديو الاسبوع اللي فات وحكى لي وقعه، قال لي ان حضرتك جبت الدكتور احمد سعيد رئيس حزب المصريين الاحرار وجبت الدكتور سيد البدوي، قلت للدكتور سيد البدوي الدكتور احمد سعيد هو هيبقى معانا زي ما وعدني. هل هذه الوقعه يعني؟ دي بس بقى لها مده طويله يعني. طيب لما سالته ليه يبدو ان حزب المصريين الاحرار، كنت بسال السؤال الدكتور سيد البدوي، واضح ان هو يعني يريد ان يغرد منفردا، فقال لي قلت له واثق في نفسه، قال لي واثق في قدراته التمويليه. ربما يعني انا مش عاوز اقول، انا بص المصريين الاحرار اصحابي وناس كتير جدا منهم انا اعرفهم كويس، وانا اعتقد ان هم لسه لم يحددوا شيئا، لم يحددوا شيئا بوضوح 100% على الاطلاق. طيب احنا عندنا تقرير عن شكل التحالفات الانتخابية في الفترة القادمة وموقف جبهة الإنقاذ، والسؤال الرئيسي الناس شايفة ان جبهة الإنقاذ أدت المهمة اللي عليها خلال الفترة الماضية، وان اللغة اللي هتكون سائدة في الفترة القادمة هي التحالفات المنفردة بعيدا عن جبهة الإنقاذ. اسمح لنا دكتور نشوف التقرير ونرجع نكمل كلامنا. مؤشرات يراها المحللون قد تنذر بتفتيت جبهة الإنقاذ، وذلك بعد ظهور أكثر من تحالف انتخابي بعيدا عن مظلة الجبهة في إطار الاستعدادات للمعركة البرلمانية القادمة. المؤشرات الأولية تشير إلى تقارب بين حزب الوفد والحزب الديمقراطي الاجتماعي بشكل يتوقع معه الكثيرون تحالفهما معا، في حين اختار حزب المصريين الأحرار على ما يبدو التغريد بعيدا عن هذا الحلف. أنا شايف إن الانتخابات إذا أتت بالشكل الفردي ككل، كل هذه الأحزاب سوف تنزل منفردة على الكراسي الفردية. أما إذا كان هناك جزء من شكل القائمة، يعني لو كان في جزء من عدد الأعضاء يمثل القائمة، فسوف تكون هناك ائتلافات إما باسم جبهة الإنقاذ وإما بأسامي تانية. في اتفاق داخل جبهة الإنقاذ على إعداد قائمة واحدة، لقينا اليسار بيقول أنا هعمل قائمة واحدة، الأحزاب الليبرالية بتقول هعمل قائمة أخرى، الوفد بيخرج بيقول سوف أخوض الانتخابات بقائمة منفردة. فدوت خلانا يعني ان احنا نستدعي فكره تكوين تحالف انتخابي وسياسي مدني قوي جدا، يبقى اول استحقاقاته الدعوه للحشد للاستفتاء. اما التيار الشعبي باحزابه فهناك ما يشير الى احتمال تحالفه مع الاحزاب الاشتراكيه واليساريه لخوض المعركه البرلمانيه. التحالفات الانتخابيه مساله اخرى، التحالفات الانتخابيه لا علاقه لها بالاتجاهات. التحالفات تتم وفقا للمصالح. وحتى الان لا توجد تحالفات انتخابية،
لأنه إلى أن يتم تحديد نظام الانتخاب الكلام عن تحالفات انتخابية هو كلام فض مجالس. قد يكون الإعلان عن تحالفات انتخابية من قبل مختلف الأحزاب في إطار المباحثات وتقييم المواقف، وربما تتغير خريطة التحالفات الانتخابية بعد إقرار عدلي منصور رئيس الجمهورية النظام الانتخابي. في الانتخابات البرلمانية السابقة بدا واضحا فشل الأحزاب المدنية وغيرها في مجاراة تيار الإسلام السياسي، واليوم يواجهون تحديات صعبة لحسم المعركة البرلمانية، في الوقت الذي يرى محللون أن التحالفات داخل الإنقاذ قد تهدد بفشل هذا التحالف الانتخابي الذي زعمت القوى المدنية سابقاً عقده تحت مظلة الجبهة لمواجهة التيار الإسلامي.